فقرة رياضيات أستاذ علاء، عندنا الزائد والسالب والتقسيم واليساوي، نجيهن فقرة فقرة. هذا قلم عندك؟ نعم. عندك الزائد، تضيف من لحياتك أو منو أضاف العلاء أو أنت ضفت المن؟ تذكرنا يا هنا أكتب؟ أي أوكي. هذا قلم يعني اللي خلي يكون الحقيقة أن نذكر الناس اللي أضافونا، يعني مو إحنا ضفنا لهم، أنا اللي أكثر من واحد ضاف لي. يعني بصراحة مانا. من التقيت بعريان السيد خلف قبله وبعده تغيرت الحياة هواية، إذا نضاف لي كلش هواية. وفلاح الياسين اللي لولا فلاح الياسين ما كنت شاعرا. هذا شعرا. نعم. طيب ذكره وعندي لك سؤال. يعني فلاح، تحياتنا الدكتور فلاح ياسين عريان سيد خلف. أه. هاي على الصعيد الشعري. نعم. طيب بحياتك العامة الخاصة أكو شخص تضيفه يستاهل أنه تضيفه؟ أي نعم. منو؟ أنت ضفت له؟ ما أدري منو ضاف للثاني، لكن بلقائنا يعني لقاء كل شيء تنولد به بصراحة. يعني بالمناسبة أكو أصدقاء. نعم. يعني أكو أصدقاء يعني حتى داخل الشعر، هم بخارج الشعر أيضا أصدقاء. يعني نعم أصغر مني عمرا، لكن أنا بصراحة أحبهم، مرتضى الأزرقي، علي ناظم، تحياتنا، رغم أكو مسافة بعيدة من المسافة، يعني مسافة المناطق. نعم. لكن يعني بصراحة أحبهم وأحب تفكيرهم. هسه منو شعراء ذولي؟ على بالنسبة للمرتضى، بالنسبة علي خارج قوس، لأنه دخلنا بمجال الشعر، نريد حياتك الخاصة. حياتي الخاصة قد تكون حبيبة، شنو المشكلة؟ لا بالتأكيد، بس أنا هسه مو بمرحلة موجودة؟ حبيبة موجودة؟ موجودة أكيد، يعني هي أم الزغار. خربنا. طيب أستاذ علاء، شنو نذكر هسه؟ يعني بالحياة العامة وكل حياة محمد محسن. محمد محسن الكاتب والروائي والشاعر، لكن هو يعني خارج إطار الشعر. ها. والله كعلاقة صداقة. نعم. يستاهل ذكر. يا رب كون تحذف قد ما ذكرت هنا. أنا أضيف هواية، يعني ما مو بوقت نحذف يعني. بعد شو سوي يعني اليوم ثلاثة، يعني إحنا دائما إنه نذكر موقف أو شخص. طيب السالب، تحذف منه من حياتك بصراحة. شاعر، أي شيء، يعني تحذف موقف، تحذف شنو اللي تحذفه من علاء الياسين؟ يعني من حياتك كناس حذف عام، ما عندي هاي ثقافة. أنا ثقافتي الوئام وليس الخصام، الحب. جميل. حتى اللي أختلف وياه ما أريد أحذفه من حياتي. جميل، يعني ما عندك شيء إنه داخلك. بس يعني أكو التنويه، أكو عندي لقاء عادي يصير، يعني أي عندي لقاء ببرنامج السجادة الحمراء، عندي فقرة أحذفها. فقرة لو اللقاء، والله لا اللقاء بجانب طيب، لأن أبو الفضل يعني تحياتي، تحياتنا يعني صديقي، مو حتى لا يفسر الكلام غير تفسير. أستاذ عباس هو متفضل بالدعوة بلا شك، بس أكو فقرة. يا فقرة. فقرة أنه أكو سؤال بريء، بس أكو سؤال هو فاته ما كان بموضوعي، رادي يعني ثقف إلى أحد أصدقائه بلا شعور، وطرح سؤال على أحد أصدقائه. رادي ثقف المن؟ رادي يثقف أحد الشعراء أو من أصدقائه، قال أكو جيل تأثر به كامل، يعني الكلمة كبيرة. وبوقتها كنت أنا طالع من العملية ومن دعاني، بيوم فتحت الخيوط يعني اجيته، وكنت متعب بس أرد أخلص اللقاء، فما جاوبت الجواب الحقيقي بالأدلة. فهاي الفقرة يعني أتمنى أحذفها. زين، بس أريد أعرف يعني، حتى لأنه ما أعرف الفقرة هي شنو هي، والسؤال شنو. هو مقدم برنامج ورادي ثقف لأحد أصدقائه. من هو هذا اللي رادي ثقف له؟ عباس عبد الحسن. إيه رادي ثقف. رادي ثقف الشاعر سمير صبيح، قال جيلكم تأثر بي. ها. فكانت القضية أنه مو بهالطرح السؤال. طيب نكتب حذف فقرة من برنامج السجادة الحمراء. حذف فقرة من برنامج السجادة الحمراء. وتحياتنا أكيد لأبو الفضل. بالمناسبة
لأن عارف عباس عبد الحسن الشاعر المظلوم ودائما الحكي عليه يا أخي طيب أمانة الله طيب صراحة بصراحة أي. أنه قلبه كبير بس لسان أي نعم أي بس لسان ما أذكر هاي الفقرة لو غيره يزعل بس هو ما أذكر صدر رحب أكيد أبو الفضل التقسيم أستاذ علاء ما أعرف ممكن أنه تتفق وياي أو تختلف وياي ولكن هي هاي فقرات البرنامج من وجهة نظر علاء الياسين أنه يقسم لي إبداع المحافظات أولا ثانيا ثالثا حسب الإبداع اللي يشوفه علاء الياسين. أنا أنظر للشعر مو يعني أرقام ورتب بصراحة. نعم. الإبداع ما عنده جنسية، الشعر موجود بكل نخلة عراقية ومو جواب دبلوماسي، هاي الحقيقة. أنا أستمتع بشاعر من البصرة، شاعر من الديوانية، شاعر من بغداد، شاعر من السماوة، من العمارة. هذا الترتيب يعني لربما أظلم هواية ناس، وانت رياضيات، الرياضيات ما يقبل تخمين، واحد زائد واحد اثنين، ماكو اثنين وربع. فمن أقول هاي المحافظة وفق قياساتي والمعيار اللي عندي وأنا ما أدري بي ما مطلع على كل الشعر بالبصرة بالسماوة ما مطلع بس اللي أشوفه. طيب اليوم خلي أخلصك من هذه قسم لي فد ثلاث شعراء من مدينتك الكبيرة أي. يعني الشطرة يعني أي حسب تسلسلهم تحسهم أنه إبداعهم أول ثاني ثالث هسه المحافظات طلعتك من هنا اي راح اذكر لك لا راح اخو راح اذكر لك ليش هيك اذكر لك من كل جيل اخذ نخبه يعني اخذ شاعر من كل جيل اي طيب كم جيل معاصرين احنا يعني ايش قد رجال يعني ماك يعني ايش قد اوكي خلني اذكر لك يعني اذكر لك مثل من جيل واحد يعني جيل الشباب هسه اللي بالساحه اللي يعني الان حطوا رجليهم اي يلا توكل والله يعني وأكيد حلوة بحقهم إذا تذكرهم أنت لا بالتأكيد أي؟ بالتأكيد حسب إبداعهم أكيد مرتضى البدري مرتضى البدري تمام تحياتنا لمرتضى ألف تحية بالمناسبة من جيل يعني أكو جيل أنا يفترض سابقة أنا مرتضى البدري من جيل يعني جيل الشباب وأكو جيل طالع وراء ها. والله لكن هم يعني أكو شاعر آخر لكن من الجيل اللي سابقه بس أنا بديت يعني أذكر حسن البدري لكن خلينا أذكر هذا الجيل أفضل شوية يعني طيب تكون لهم وهذا التقسيم يعني أنا تقسيم إبداعي مو تسلسل أكيد مو بصراحة أكيد يعني إيه علي شنو علي عقاب علي نافع علي نافع علي عقاب اها اكو جيل يعني اللي مرتضى البدري علي نافع ايه. علي عقاب واكو جيل حسن البدري يعني حسين السور يعني جيل سابقهم تحياتي لهم ولك استاذ علاء الله يسلمك طيب اليوم هذه اخر شيء عندنا تعبناك احنا من يساوي علاء آل ياسين بالابداع او علاء الياسين يساوي نفسه بمنو من المبدعين بدون هاي اللغة الكبرياءات والأناءات من حقك اي هذا رياضيات هذا رياضيات ما يقبل النقاش ما ممكن اساوي نفسي ويا اي شخص لربما يزود حرف او يصعد حرف فاساوي نفسي على الياسين نعم معناها ساويت نفسك بشيء كبير جدا الله يسلمك ويخليك احسنت